بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، فصل دراسي جديد نملأه بالتفاؤل والأمل والتفوق والنجاح إن شاء الله. النهارده يا شباب هنتكلم عن الغزل في العصر العباسي. طيب قبل كل درس كما تعودنا لابد أن نتعرف على نواتج التعلم المستهدفة النهارده. النهارده يا شباب هنتكلم عن الغزل بنوعيه في العصر العباسي، يعني هنتعرف على اسباب ازدهار الغزل بنوعيه. احنا عارفين الغزل عندنا غزل صريح وغزل عفيف، ودرسناه قبل كده في الصف الاول الثانوي. وهنستنتج السمات الفنيه لشعر الغزل عموما سواء كان الصريح او العفيف. وهنتكلم النهارده عن درس تاني في الادب، اثر حضاره الاندلس من حيث الحضاره العلميه والاجتماعيه وسمات الادب الاندلسي. النهارده طالب هيستنتج معانا اثر الشخصيه الاندلسيه العلميه والاجتماعيه وبعض سمات الادب الاندلسي. نتكلم عن الغزل في العصر العباسي. خليك معايا كده عزيزي الطالب، احنا قلنا الغزل، هل الغزل ده غرض قديم ام جديد؟ الطالب يقول لي لا ده غرض قديم. طب انا بدرسه ليه في العصر العباسي؟ ما انا خدت الغزل قبل كده في العصر الجاهلي، واحنا قلنا الغزل في العصر الجاهلي يا شباب هو غزل صناعي. طيب ما انا درسته في العصر الاموي بكثره، يعني كان في غزل عفيف وغزل صريح، واتكلمنا عن اصحاب الغزل عمر بن ابي ربيعه، واتكلمنا عن قيس بن الملوح والكلام ده كله. طب ايه الغزل؟ ايه الجديد اللي هنضيفه النهارده في الغزل العباسي؟ هنقسم الغزل العباسي الى من الناحيه الادبيه ومن الناحيه العلميه. قال لك من الناحيه الادبيه ازدهرت الحياه شعرا ونثرا. ازدهرت الحياه قوي يا شباب شعرا ونثرا. من الناحيه العلميه ازدهرت في كل علم ومعرفه. اصلا العصر العباسي يا شباب احنا درسناه قبل كده في الصف الاول الثانوي، قلنا هو عصر الازدهار العلمي عموما. ليه عصر الازدهار العلمي؟ قال لك لان العصر العباسي يتميز بيه، يتميز بالحياه الاجتماعيه والحياه العلميه قوي قوي، ازدهر جدا. ازدهر بقى علم الكلام، سواء عندي علم الكلام أو الترجمة، أو ظهرت الكتب والترجمة، درسناها قبل كده علم الكلام، أهو عندي علم الكلام، وظهرت الترجمة، كتب الترجمة كتير جدا في عصر هارون الرشيد. فده أثر عليا في إيه؟ أثر على الحركة العلمية. ده كانوا بيعملوا إيه يا شباب؟ ده كانوا بيقول لك الكتاب تاخد وزنه ذهب. فده أثر على الحياة العلمية بشكل كبير جدا، والحياة الأدبية أكيد بيحصل عملية انعكاس على الحضارة العلمية على الحضارة الأدبية. ده ظهر منين؟ من الحياه. لو انت عندك الحياه في العصر العباسي هتجد ان مظاهر الحياه الاجتماعيه والادبيه والعلميه ازدهرت بشكل كبير. طيب هنتكلم النهارده عن الغزل. انا عندي غزل صريح وغزل عفيف. الغزل الصريح بنسميه الغزل، انا عايزك تحط لي كده التعريف ده، الغزل الفاحش. يعني ايه الغزل الفاحش؟ يعني الذي يصرح صراحه بالمحبوبه. ده غزل صريح، ان هو بيذكر مفاتن المرأة الحسية. سبب شيوع هذا الغزل وانتشار بنشر اختلاط العرب بالأمم الأخرى. احنا قلنا كان عصر انفتاح كبير جدا هو العصر العباسي، والأمم الأخرى مقصود بقى الحضارة الفارسية ومظاهر الحياة الفارسية، اللي ما شافوا القصور بقى والحدائق والنوافير وكل المظاهر الجميلة دي شافوها، انعكس على حياة الرخاء، فظهرت صورة من التحلل الخلقي. يعني ايه التحلل الخلقي؟ يعني بقى في انحلال اخلاقي بسبب ايه؟ حالة اللهو والغناء والرخاء، وبقى كل مظاهر الغناء موجودة في ذلك العصر. وفي ايه؟ واحد هيقول لي ده كمان كان موجود بقى ايه؟ الخمر والانحلال الاخلاقي ظهر. طيب من الذي برع في هذا اللهو؟ الطلبة يقول لي الذي برع في هذا اللون واحد اسمه الشاعر الكبير أبو نواس. هنحتاجه يا شباب، اسمه أبو إيه؟ نواس. ومطيع بن إياس، وكان غزلهما محركا للغرائز، يعني بيذكر صفات المرأة الحسية، لا تعفف فيه ولا حياء، لأنه يتحدث عن مفات المرأة دي يا شباب الحسية. طيب نيجي بقى للغزل العفيف. لكن الغزل الصريح يا شباب ده
ظهر بشكل كبير جدا فين؟ في الحياة العصر العباسي. طب نجي لغزل العفيف، هنحط بين قوسين أو بيساوي الغزل البدوي. فاكرين كلمة الغزل البدوي ده؟ قلناها فين قبل كده؟ في العصر الأموي. تمام. الغزل العفيف يتغنى الشعر بمحبوبات، يذكر اسم المحبوب، هنا يذكر اسم المحبوب. ليه بيذكر اسمها الشباب؟ لأنه بيصفها، يذكر اسمها، بيصفها بصفات يا شباب قلناها قبل كده، بصفات فيها طهر وعفاف ووجد، وكذلك بيصفها بصفات فيها نوع من أنواع العذوبة، يبقى الشعر ده شعر عذب لا يخدش الحياة. يتحدث عن الحب وحرارته ولوعته. لم ينجح هذا ليه بقى لم ينجح؟ لأن احنا عندنا في مجتمع تتمثله الغرائز. احنا قلنا لم ينافس قوي الشعر الصريح، الغزل الصريح، بسبب ضعف هذا الطير في أيام الغزل العباسي. يبقى إذا احنا ليه درسنا بقى الغزل هنا؟ لأن دايما أقول لك، طب ليه ذكرت الغزل تاني؟ هتقول لي لأن هذا الغزل ضعف وظهر كتير قوي الغزل الصريح بسبب انهم بدأوا يذكرهم في نوع من انواع لا حياء ولا ولا في عذوبه ولا كده، ده غزل صريح بيحرك الغزائر، ظهر بصوره ثانيه هندرسه مع بعض. لكن الغزل العفيف ده يا شباب ظهر مع مين؟ واحد اسمه العباس بن الاحنف، امام العاشقين. يعني امام العاشقين؟ امام المحبين، بيذكر غزل بصفات فيها عذوبه وروعه جمال. طيب طب يلا بينا كده نطبق مع بعض، ومن خلال التطبيق نقدر نفهم احنا عايزين نقول ايه. هنطبق يا شباب النهارده واحده واحده. قال ابن الرومي وهو شاعر من ايام العصر العباسي، لكن العصر العباسي ده عصر فحول الشعراء. يعني ايه عصر فحول الشعراء؟ اقوى شعراء جم في الادب العربي جم في العصر العباسي، عشان كده كنا بنسميه العصر الذي ازدهر بفحول الشعراء. دايما احفظ الكلمه دي، فحول هنحتاجها في ثالثه ثانوي ان شاء الله. فعندك من فحول الشعراء ابن الرومي بيقول ايه؟ يا من هواه في القلوب مكينه، مكينه اهي والهواه في القلوب، والماء في الوجنات منه معينه. ايه لاحظ كلمه معين ومكين في عند تصريع. ومن اغتدى وكانه من حسنه في كل عضو منه حور عينه، يعني حور عينه اهي، بيوصف المحبوبه بتاعته بالحور عين. واذا تنفس نائما او لاثما فكانما يتنفس النسرين. النسرين يا شباب اللي هو ايه؟ العطر الطيب الجميل. طيب كانما يتنفس النسرين، يبقى ذكر كلمه هواه، والهواء يعني حبه، وهنركز في دي قوي. يبقى كلمه تدل على الحب اهي، كلمة تدل على الحب والعشق. جميل. طيب في القلوب مكين يعني متمكن في قرار مكين، يعني حاجة عميقة جدا. والماء في الوجنات منه معين، وجنته يعني في وجه الأبيض الوضاء. يبقى هنا ذكر أنه بيحب محبوبته في القلب، وأن وشها الوضاء منه معين بالنسبة له. هنا سمة من سمات الغزل الصريح، يبقى ده غزل صريح. ليه غزل صريح؟ لانه بيحرك الغرائز. يعني ايه غزل صريح تاني؟ بيحرك الغرائز. يعني ايه بيحرك الغرائز يا استاذ؟ يعني بيتكلم عن صفات ماديه محسوسه، نركز على كلمه ماديه محسوسه، جاب صفات حسيه موجوده فين؟ موجوده في المحبوبه. هي صفات ماديه محسوسه، ازاي؟ جاب الوجنات، قال ده انت زي الحور العين. يعني اذا ذكر صفات ماديه محسوسه. طيب هل بقى استنتج انت هتجاوب معايا يا عزيز الطالب، بيتغنى بالمحبوب دون خدش وحياء، يبقى دي سمه من سمات الغزل الصريح قلناها، ولا التغني بمفاتن المحبوبه، ولا وصف الجمال الحسي للمحبوبه، ولا عدم التصريح باسم المحبوبه؟ اهم سمه من هذه السمات ايه؟ الطالب طبعا هيقول لي ما دام في تحريك للغرائز، ركز معايا انا عايزك تحفظ بقى، وما دام في غزل صريح احنا هنقول بقى تغنى دون خدش وحياء، لكن نذكر حاجات كده برضه هنقول يعني مش واضحه قوي، ما فيش فيها خدش وحياء. هو ذكر حاجات حسيه، بس حاجات حسيه لطيفه كده فيها عذوبه شويه.
وهل تغنى بالمفاتن؟ لم يذكر المفاتن قوي، يعني ذكر الوجه، الوجه البيضاء ده اللي اتقال لاي حد. وعدم وصف الجمال الحسي، ولا وصف الجمال الحسي لا، ولا عدم التصريح باسم المحبوب. اي غزل صريح احفظها معايا، عدم التصريح باسم المحبوب. يبقى الاجابه رقم ايه؟ د. تمام. مطوع ابن اياس، يبقى ده عندك غزل صريح. لما تحفظ اسم مطوع ابن اياس كده هتقول ده غزل ايه يا شباب؟ غزل صريح. قول اخلع عذارك في الهوى واشرب معتقة الدنان وصل القبيح مهاجرا فلعيش في وصل القنان ولا يلهينك غير ما تهوى فإن العمر فان يعني منتهي. يعني عيش حياتك، عيش حياتك واشرب خمرة كده وحب البنات العذروات واترك وصل القبيح مهاجرا، يعني ابعد عن الوحدة الايه القبيح. فلعيش في وصل القيان يعني الفتاة الجميلة كده، ولا هناك غير ما تهوى. حب ما تشغلش دماغك ها غير اللي انت بتحبه، يعني كلام في غزل اهو. طيب يبقى اذا هو الشاعر بيحاول يوصل رسالة. ايه الرسالة بيحاول يوصلها لي يا شباب؟ بيقول لي بيدين طبعا ده غزل في ايه؟ في طبعا غزل فاحش، ده غزل صريح. والحب الفتيات العذروات الجميلة الصغيرة واشرب الخمر المعتق الجميل وابعد عن القبيح وما يبعدش وما يرينكش ايه ما حاجة تشغلكش غير الايه اللي تحبه في عمرك، الحاجات اللي تعملها وانت في عمرك في شبابك، قضي شبابك يعني. طيب ملمح من ملمح البيئة. طب هو قال الكلام ده في انحلال اهو. طب البيئة هنا بقى في هذا العصر العباسي، ملمح من ملامح البيئة، هل تأثر بفكر وحياة الحضارات المختلفة اللي هي الحضارة العباسية الفارسية أقصد، ولا في مدح متملق؟ هتقول لا ما فيش مدح متملق، هو مش ده المدح المتملق، يعني المدح من أجل العطاء، العطايا يعني يعني أنا بمدح الخليفة مثلا عشان منه عايز منه فلوس. طبعا ما فيش هنا عطايا ولا بيمدح حد عشان عايز منه فلوس أو عايز منه أي حاجة، يبقى أنا هرسل. ولا شيوع التعصب الدين، ما فيش تعصب ديني خالص ولا مذهبي. ولا انتشار اللهو والمجون والتحلل الخلقي. طيب انا عندي الاجابه رقم الف والاجابه رقم د فيهم شك. طيب هعمل ايه بقى؟ هبدا افكر كده مع نفسي، ما تسرعش في الاجابه يا شباب. ايه بقى؟ قال لك هل التاثر بحياه الحضارات، يعني ذكر هنا حضاره فارسيه مثلا او ذكر حضاره الرومانيه، يعني حاجه بتدل على مظهر الحضاره الفارسيه والرومانيه. الطالب يقول لي لا اكيد ده خطا. امال ايه؟ في لهو ومجون وتحلل خلقي، لانه بيجيب صفات لا تتوافق مع الدين. ليه بقول تحلل خلقي؟ لان احنا هنا برضو ده بنزلنا في العصر الاسلامي، بنزلنا في العصر ايه؟ ما ده احد العصور الاسلاميه اللي هو عصر العباسي، ما ده عصر اسلامي يا شباب ما ننساش دي ابدا. فكلمه عصر اسلامي هنا يختلف الشاعر مع مين؟ مع الاسلام. اختلف في ايه؟ انه ذكر الفاظ لا تتفق مع روح الاسلام، وده بسبب انتشار اللهو والمجون والتحلل الخلقي. يبقى على طول الطالب هيختار الاجابه رقم د، ودي الاجابه الاقرب والصح. تمام يا شباب؟ تمام جدا. عايزك تركز معايا في الاختيار، كيفيه اختيار الاجابه. سؤال جديد بفكره جديده بطريقه حلوه جدا. بقول لك حدد، انا عايزك تركز معايا في السؤال ده قوي قوي. حدد مما البيت الذي خالف فيه العباس بن الأحنف مذهبه. هو العباس بن الأحنف كان مذهبه إيه؟ هتقول لي الغزل العفيف. ده مذهب العباس بن الأحنف. أهو الغزل العفيف. ده مذهبه، غزل عفيف. طيب يعني إيه؟ كلمة خلافة دي يعني عايزك تجيب لي بقى بيت يدل على غزل صريح. صعبة؟ لا سهل. تاني البيت بيقول ايه؟ ها السؤال بيقول ايه؟ حدد اهو البيت الذي خالفه. هو العباس اللي احنا كان بيعمل ايه؟ بيعمل غزل عفيف. انا بسيبك فرصه عشان تجاوب انت تقرا الابيات. طب انا عايز ايه اللي خلفه؟ قال لك انا عايزك تطلع لي البيت اللي بيدل على غزل الصريح. طيب نبدا نمسك كده الابيات بيت بيت ونبدا نشوف هل في غزل صريح ولا غزل عفيف؟ أمنك للصب عند الوصل تذكار؟ يعني بقول لها المحبوب
هل في تذكار بيني وبينك للوصل، يعني الوصال بيني وبينك والمودة؟ وكيف والحب إظهار وإضمار؟ ده الحب يبقى إظهار وإضمار، يعني إخفاء. يعني هنا بقول لها للهوى عندك وصل مني ليكي، تذكار محبة، وانت عارفة ان الحب في اللي بيظهر وفي اللي بيضمر الحب. ده كلام في غزل عفيف وليس صريح، لانه لا يحرك الغرائز، لانه بكلام عذب وسهل وبسيط ومفيش فيه خدش للحياة، لا خدش للحياة فيه. كتمت الهوى، انا كتمت الحب، ده ما صرحش اهو. وهجرت الحبيبة وأضمرت في القلب شوقا عجيبا. يا جماله حلاوة الكلام، أنا أضمرت يعني أخفيت، يعني هو لم يصرح بحبي، وأضمرت الشوق يعني أنا أخفيت الحب بتاعي. يبقى إذن ده غزل عفيف، ما فيش غزل صريح خالص إطلاقا هنا. ليه؟ ده الشاعر بيقول أنا كتمت حب في قلبي، ها، وكمان هجرت الحبيب وأخفيت الحب والشوق. يبقى إذن ما فيش أي نوع من تحريك الغرائز. خلينا معك واحدة واحدة. قد كنت أرجو وصلكم، أنا كنت بتمنى محبتكم، كنت بتمنى الحب بتاعكم، فضللت منقطع الرجاء. ده أنا لسه في الحبل والود والوصال، بتمنى أن أنتوا توصلوا الحبل اللي انقطع ده. يبقى إذن أيضا ما فيش تحريك الغرائز. شوفوا الألفاظ والعبارات، الألفاظ والعبارات بتعبر عليها يا شباب، بتعبر عن العذوبة، الجمال، مفيش خدش حياء، مفيش ألفاظ بيذكر صفات حسية للمحبوبة. طيب نبدأ نشوف البيت الأخير. إن النساء حسدن وجهك، ده الستات أو النساء الفتيات حسدوا. جنب شيء معنوي أو مادي، أو شيء مادي، مادي الوجه شيء مادي. حسنه، حسن الوجوه لحسن وجهك ساجدوا. يا سلام، انت اي حد يشوف وشك او وجهك الجميل ده يسجد له على طول، وجهك ساجد يعني في جمال، يعني الناس تقف لك احترام لجمالك وحب. يبقى ذكر شيء مادي، ذكر الوجه، والوجه ده شيء مظهر مادي من مظاهر جمال المرأة. يبقى اذن هو ذكر ايه شيء هنا؟ شيء مادي محسوس. طيب اللي فات فوق كان ايه؟ كل اللي فوق دول يا شباب كان مظهر معنوي، لكن ده ذكر شيء مادي، ها، يبقى ده معنوي، شيء معنوي، لكن الجزء ده كان جزء ايه؟ مادي. فالطالب على طول هيقول الإجابة هي رقم دال، لأنه خالف مذهبه. كيف خالف مذهبه؟ نقول خالف مذهبه لأنه جاء بغزل، ها، غزل ايه؟ صريح. غزل ايه يا شباب؟ صريح. وطبعا العباس بن الأحنف معروف عنه الغزل ايه؟ العفيف. فإذا معنى الكلام ان البيت اللي خالف مذهبه هو البيت الايه؟ رقم دال، لان الشعر جاء بغزل صريح. انا عايزك عز الطالب تمشي مع البدائل واحده واحده وتبدا تتكلم عن الاجابه. قال البحتري، البحتري شاعر من شعراء العصر العباسي. احنا عندنا عصر عباسي، عصر عباسي اول وعصر عباسي ثاني، بس كلا الحالات كان الأدب في أوج نضارته وأوج قوته في العصر العباسي. طيب الشعر بيقول إيه؟ مني وصل ومنك هجر. أنا بحب أوصل، وصل يعني تواصل ومودة ومحبة، وأنت بتقابليه هذا الوصال بالهجر، بتبعد عنه. وفي ذل وفيك كبر. دايما الشاعر المحب الحب لحاجة بقى لكم يا شباب، يزل صاحبه، ولكن ذل حب يعني في الحب مذلة، الحب فيه ايه؟ يعني الشاعر هنا بيقول انا بالنسبة للحب ليكي الحب فيه مذلة لمحبوبتي. ليه بيقول الحب فيه مذلة؟ لانه بيقول وفي دي مش وفي، وفي ذل، فيه ايه؟ مذلة. مذلة ليه؟ لان الانسان بيتودد وبيترجى في محبوبته. وطبعا هي بايه؟ وفيك كبر، يعني فيك عناد وكبر. طيب انت نعيمي، ده انت اغلى حاجه عندي، وانت بؤس، بؤس لانك بتهجرني، انا بالنسبه لك في عندي لك وصال وليك عندي ايه؟ بؤس. وقد يسوء الذي يسر. تذكرت كم ليله لهونا في ظلها والزمان نضر. الله، يعني بقول لك كم ليله احنا قعدنا فيها في لهو. وطبعا الكاتب ممكن يقول لك
او المتلقي، هل ممكن ده يكون موجود؟ والشعراء يتبعهم الغاوون عز الطالب، يعني ايه الكلام ده؟ يعني وليس ما كل ما يقوله الشاعر حقيقه او صحيح، هنعرفها بعد شويه. انا جايب لك مثال جميل جدا يقدر يوضح ده. الشاعر بيتبع هواه، ممكن ما يكونش ليه محبوبه اصلا، ولكن احنا هنا بنعمل ايه؟ بندرس الجمال الموسيقي وروعه الالفاظ والاغراض الشعريه الموجوده في الابيات. احنا بنشرحها، وطبعا هي الشعر عباره عن ايه؟ الشعر عباره عن عاطفه صادقه باستخدام الفاظ تعبر عن هذه العاطفه. تمام؟ بقول لك بقى يا سيدي اتفضل. ميز مما يلي غرضا من الاغراض الشعريه التي ظهرت في العصر الايه؟ او العصر او الادب العباسي. بقول لها مني لك وصال وحب وانت نعيم وفي الحب ذل وانت نعيم وشقاء. طبعا غزل. طب في فخر، هو بيفتخر بكده؟ ده جاب كلمه ذل، هنلغي على طول الفخر. طب هو بيمدحها، المدح لابد ان يذكر الصفات التي تدل على المدح. يعني بذكر صفات المحبوبه بتاعته من المدح بقى، ببعض الصفات الحسنه مثلا الكرم والجود والجمال او كلام من ده. لا، هو هنا بيذكر. طب هنا بيذكر او بيصف محبوبته، يعني بيصف الوجه، بيصف البيئه اللي كان عايش فيها. لا اكيد، لا كلها تقول لي لا ده مش وصف، فعلى طول اختار غزل. طب الغزل هنا احد الاغراض الشعريه. ممكن يجي لك سؤال ثاني يقول لك الغزل قديم أعلى ولكن جدد او ظهر بصوره مختلفه في العصر العباسي، هتقول ان جاءت الالفاظ فيه قويه خادشه للحياء. طبعا احنا لازم نقول الالفاظ كانت خادشه لايه؟ للحياء، وبسبب اختلاط العرب بالامم الايه؟ الاخرى. وطبعا الغزل كان محرك للغرائز، لا عفة فيه ولا حياء. فنجد ان الالفاظ حتى الالفاظ قويه. طبعا ظهر اللون ده ليه قوي يا شباب؟ احنا نقول ظهر اللون ده لان كانت البيئه فيها لهو وغناء والكلام ده كله، فكانت بيئه يعني خصبه لهذا اللون من الغزل الصريح. طبعا امير الشعراء، هو امير فعلا حقيقه، مش امير الشعراء احمد شوقي، يعني هو امير لانه ابن عم سيف الدوله الحمداني، ومن اروع القصائد التي قيلت اساسا، يعني من اجمل القصائد التي قيلت في الادب العربي. يقول ابي فراس الحمداني: اراك عصي الدمع شيمتك الصبر. طبعا هنا بقى الشعراء اللي بيتكلموا في الغزل، انا عايزك بس تفهم الملمح ده، بيتكلموا تبعا لحياتهم وبيئتهم، يعني بيشرب خمره كذا، لكن ده امير. لاحظ معايا يا شباب ان ده امير، وعندما يتحدث الامير هيتحدث في الحب بكبرياء الامير. عنده ايه يا شباب؟ كبرياء، ده امير. فبقول ايه؟ كان هنا استدعى حد بيكلمه: اراك عصي الدمع شيمتك الصبر، شيمتك يعني خلقك، اما للهوى نهي عليك ولا امر. هو الحب ما كانش عند قلبك كده ولا لمس وجدانك وقلبك؟ قال لها ازاي؟ بلى، إجابة بالإثبات أهو: أنا مشتاق وعندي لوعة. أي إنسان بيحب وعنده شوق وعنده ما يملأ قلبه بالحب، الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حب. ولكن مثلي، ركز على حتة ولكن مثلي دي، ولكن مثلي لا يزاع له سر. أخلاق الفرسان، أخلاق الأمراء. فبقول لك أراك عصية دمع، كأن واحدة محبوبته بتكلمه تقول له أنا ملاحظة كده إن أنت شيمتك يعني خلقك الصبر التحمل، والحب يحتاج إلى صبر. أما للهوى الحب كده، بذكر كلمة الهوى، ولاحظ إن الكلمات هنا ألفاظ، ألفاظ فيها عفة وعذوبة، ما فيش تحريك للغرائز، ده حتى في فكر كده، بل أنا مشتاق، أنا فعلا بحب وعندي لوعة، عندي حب، ولكن مثلي لا يزاع له سر. فطبعا قال لك استنتج غرض من الأغراض الشعرية، يلا بسرعة. هل بيعتذر لمحبوبته؟ طب في غزل صريح او غزل عفيف؟ طب في وصف؟ لا مفيش وصف. الطالب هيقول لي ايه على طول؟ هيقول لي ده غزل عفيف. واحنا قلنا لان شاعر من الامراء ابو فراس الحمداني. ابن الرومي بيقول: اني صرفت الهوى الى قمر لا يتحدى العيون بالنظر، اذا تاملته تعظمت الاقرار في انه من البشر.
يعني انا بتامله كويس عشان اتاكد ان محبوب دي اتنين من البشر مش جاي من السماء ملاك. ثم يعود الانكار معرفه منك اذا قسته الى الصور. شوف الجمال. طب ده غزل ايه بقى يا شباب؟ ها يلا معايا هتقول لي ده غزل صريح لانه وصف محبوبته بالقمر وشبهها بصور ماديه بينها الايه؟ القمر. اهو ذكرناها كلمه ايه؟ القمر. وقال العيون ما تقدرش تبص لها يعني جمالها اخاذ، وانا ببص لها عشان اتاكد هي منين؟ منين يا شباب؟ بتاكد ان هي منين؟ من البشر. جميل جدا. بشار بن برد وده احد شعراء الغزل الصريح، عايزك تركز معايا. بيقول ايه بشار بن برد؟ حوراء في مقلتيها. مقلة يعني العين، حين تبصرها سحر من الحسن لا من سحر سحار. كأن الشمس إذا فاقت محاسنها، محاسن الشمس إذ تبدو لإسفار. الله، شوف الكلام. أنا عايزك تتذوق اللغة. يقول لك حوراء حور العين من أجمل البنات، تنظر في مقلتيها في عينيها، في العينيها تجد السحر، وهي كعاملة زي الشمس، ومن محاسن الشمس اللي ناخدها في السفر الإسفاري. طيب هو ذكر إيه يا شباب هنا؟ على طول الطالب هيقول لي ذكر الصفات الإيه؟ الحسية. ذكر العين مقلتيها أهو، يلا معايا. ذكر شيء معنوي ولا مادي؟ لأ ده شيء مادي. ووصفها بالنبي زي الشمس، يعني كده بيحرك الغرازة ايه؟ ده جمالها جمال الشمس. وقال ان هي من الحسن من الجمال سحر سحار. طب ده غزل ايه؟ واحد يقول لي ده غزل صريح. طب فين بقى كلمة الغزل الصريح؟ لو انت بتابع معايا هنحسب كل ده بقى، ولا فخر ولا مدح متملق ولا غزل بدر. امال الغزل الصريح؟ فاكر لما قلت لك في اول الحصة الغزل الصراحة تحط جنبه غزل فحش. غزل ايه؟ فحش. جميل. نفس السؤال، ابو نواس حدد مما يلي. البيت الذي خالف ابو نواس. ابو نواس بيتبع المذهب الايه؟ الغزل الصريح. اهو الغزل الصريح. طيب ابو نواس بقى ايه البيت اللي خالف؟ يعني خالف انا عايز غزل عفيف. الطالب يقول لي لا ده انا عايز غزل عفيف. ليه غزل عفيف يا حبيبي؟ لان احنا بحدد البيت الذي خالف، يعني لا يكون محركا للغرائز. رب يا ربي. هنا قصه يا شباب لازم نحكيها برضه، يعني برضه نستفيد بمعلومه. ابو نواس اتهم بالكفر، اتهم بالالحاد والكفر. ليه اتهم بالكفر؟ يعني في البيت الثاني ده نقول ايه قصه البيت الثاني؟ وكان بيحب فتاه جاريه، فكان في حاله خمر وشرب للخمر. البيت ده يا شباب ركز على البيت ده. فمر عليه احد يدعوه الى الصلاه، يدعوه لايه؟ الى الصلاه. فقال له يا ابو نواس، يا ابا نواس هيا بنا لنصلي الصلاه مع بعض، صلاه الفجر. فابو نواس قام ردد عليه قال له ايه بقى؟ طبعا هو في حاله سكر. قال له دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا. يعني سيبك من المساجد وتعال نروح لعند خمار يسقينا خمر. ما قال ربك ويل للذين سكروا، ولكنه قال ويل للمصلين. طبعا لما الامام الشافعي سمع الابيات دي اقر عليه بالايه؟ بالايه؟ بالكفر والالحاد. طبعا احنا قلنا كان بيحب ايه؟ جاريه، وكان معجب جدا وفتن بايه؟ بجمال هذه الجاريه، وقيل انها لرجل من ال ثقيف يعني. طيب وكانت جميله وحلوه والكلام ده كله. فقال دعي المساجد للعباد ايه؟ للعباد تسكنها.
وطف بنا نحو خمار. يعني إذا هنا إيه؟ في عنده له وإيه؟ ومجون. ركز يا شباب، ومجون. إذا برضو مذهب من مذاهب أبو نواس إنه طبعا عنده غزل فاحش، والغزل الصريح بيبقى صاحبه عنده إيه؟ له إيه؟ ومجون. طيب جميل، علشان الطالب ما يقولش، الطالب يقول لي البيت التاني ده هو ما هو ما فيش فيه غزل لكن فيه مجون، وده برضو ايضا من ال بيتفق مع مذهب الغزل الايه الصريح. طيب وقائلة لي كيف كنت تريد، فقلت لها الا يكون حسود. يعني هو بيتقابل مع مين؟ مع محبوبتي، يعني ذكر محبوبتهم، يعني في غزل. أبت عيناي بعدك أن تنام، أنا عيني مش عارفة تنام بعدك، وكيف ينوم من ضمن السقامة، اللي هو المرض يعني. يعني هو مريض بالحب، مريض بالإيه يا شباب؟ المرض هنا مقصود مريض بالإيه؟ بالحب. المرض بالحب. طيب البيت ده بيتكلم عن غزل، والبيت ده غزل، والبيت ده فيه لهو ومجون، وقلنا اللهو والمجون يتفق مع السمات الشاعر اللي بيتكلم عن الغزل الصريح. لكن ده بقول ايه بقى؟ ده هنا نبدا نسال نفسنا سؤال، لما اتكلم ذلك واقروا عليه واتهموه بالكفر، بكى بكاء شديدا، بكى بكاء ايه؟ شديدا. وقبل ما يموت حتى الامام الشافعي قال لا يصلى عليه، فتوفي في بغداد، وهم جايين يدفنوه وجدوا في يده ورقه مكتوب عليها هذا النظم الجميل لهذه الابيات: يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت ان عفوك اعظم، ان كان لا يدعوك الا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ادعوك ربي كما امرت تضرعا فإذا رددت بيدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. بعض الطلاب تقول أنا سمعت النظم ده أو الدعاء ده، نسمعه جدا في رمضان قبل الإيه؟ قبل الصلاة، صلاة المغرب أو الإفطار. وطبعا من أروع الأبيات التي قيلت فين؟ في التودد والتوسل والتضرع إلى الله. فدي قصة جميلة جدا. فهنا فيها إيه؟ تضرع وتوسل، وده بيخالف الغزل كله، فأكيد هنختار ألف. طالب هيقول لي ما هو في لهو، أصل ممكن أختار ده، أصل ده بيتكلم عن اللهو والمجون. طب ده غزل وده غزل. تمام يا أستاذي، لكن ده لهو ومجون. أقول لك يا حبيب قلبي، اللهو والمجون بيبقى برضه بيتبع صاحبه اللي هو مين؟ الغزل الصريح. تمام؟ طيب. العباس بن الأحنف معايا كده يا شباب بيقول ايه؟ ردي جواب رسالتي. طبعا هو بيقول لها ردي جواب الرساله بتاعتي، واستيقني ان الرساله منكم عندي شفاء. ده شفاء بالنسبه لي، ده انت مجرد ترد عليا انا يكون عندي وصلت لحاله الشفاء. مني السلام عليكم يا منيتي، منيتي يعني محبوباتي، عدد النجوم وكل طير في السماء. الله جميل جدا. طبعا هو الشاعر في عنده غزل عفيف صح، ولكن هنا في ايه بقى يا شباب؟ هنا في شكوى وعتاب للمحبوبه. ليه شكوى وعتاب؟ لانه بيبعت لها رساله وهي لا تقوم بايه؟ بالرد عليه. فعلى طول الكاتب او الاختيار يكون الصح شكوى وعتاب المحبوبه. طبعا ممكن بقى يجي لك نفس صيغه السؤال ده ولا غرض ايضا او نوع الغزل في الابيات. لاحظ بقى يا عزيز الطالب، هنا ممكن يجي لك سؤال زي ما انت تعودت في الترم الاولاني فصل الدراسي الاول، هيجي لك سؤال مقالي، في اختياري وفي مقالي ممكن تكتب، والكتابه ما بتبقاش كتيره يعني بتبقى اخرك سطر سطر ونص، ولكن هنا اجابه بسيطه جدا وسهله. يقول لك حدد نوع الغزل، طبعا لا يحرك الغرائز، ليس فيه في خدش الحياه، تقول الاجابه غزل ايه؟ عفيف. تمام، لان احنا لسه شارحين الابيات. جميل جدا. نيجي بقى للفن الثاني او الدرس الثاني، مقدمه في الادب الاندلسي.
مقدمه عن الادب الاندلسي. الادب الاندلسي كان موجود اصلا يا شباب، او بلاد الاندلس موجوده في العصر العباسي، ولكنها كانت مستقله زي ما ظهر عصر الدويلات وبعض الدويلات انفصلت، او حياه الاندلس كانت مختلفه شويه. في العصر العباسي ظهرت فيه الحياه الاندلسيه، في عده جوانب في الشخصيه الاندلسيه. الكتاب الاول يظهر فيه كثره الغناء والطبيعه الجميله، لان بلاد الاندلس ليه ايه؟ اسبانيا والبرتغال، اسبانيا والبرتغال يا شباب وجزء من فرنسا، جنوب فرنسا. فدي طبيعه ساحره طبعا احنا عارفين وبنشوف دلوقتي. وطبعا لو انا نفسي الطلبه تطلع على الادب الاندلسي او مظاهر الحياه في الادب الاندلسي، يشوف القصر الحمراء، ويشوفوا كمان اللي هي نافوره الاسد بتاعت طبعا ده حاجه كان علم، وصلوا العلم، العلم رهيب. وطبعا حضاره قرطبه ومدينه قرطبه اللي كان جورج الثالث بيقول لعبد الرحمن من خادمكم المطيع ملك انجلترا جورج الثالث، يعني كان بيكلمه له اتمنى واتودد انك تعلم بنات الامراء وملوك انجلترا في جامعه قرطبه. شوف وصلت لايه درجه الحضاره والعظمه اللي وصل لها المسلمين فين؟ في الاندلس. فبيقول يظهر في كثره الغناء والطبيعه الجميله مما ادى الى ظهور حاجه اسمها الموشحات، عامله زي وشاح المراه كده، يجيب لك شطر بيت، بيت عربي عادي جدا، شطر وشطر، وبعد كده تحته اسطر شعريه، وبعد كده يختموا بايه؟ بشطر تاني. يعني سطر الشعر كامل. ده الادب الاندلسي. الجانب الثاني وده جديد علينا في الادب العربي قوي، مساهمه المراه في الحياه الادبيه. وكانت في مقدمه هذه النساء ولاده بنت المستكفي، التي عرفت مسجلاتها يعني منافستها الادبيه مع الشعراء، وخصوصا مع الوزير ابن زيدون، لان ابن زيدون او كان بيحبها حب كبير جدا جدا. وظل ارتباط الشعراء او ارتباط الاندلسيين بالادب، مثلا كان في المرحله الاولى كانوا بيقلدوا ايه يا شباب؟ بيقلدوا الشعراء في العصر العباسي، وكانت مرحله تقليد لان الشخصيه الاندلسيه لم تكن تظهر بعد، لم تكن ظهرت ايه بعد يا شباب. فطبعا ده سبب من اسباب ان الشخصيه الاندلسيه لم تكن موجوده بشكل كبير في القرن الايه الا في القرن الايه الرابع. طب الحاله الادبيه، عدم وجود فوارق جوهريه اهو بين نماذج العراق والشام، انهم كانوا بيقلدوا، كانوا في حاله ايه يا شباب؟ في حاله تقليد. الطلبه يقول لي ده كانوا في حاله ايه؟ تقليد. تقليد لمين؟ تقليد للشعراء الايه العباسيين في بلاد الشام. وذاك بسبب ذلك بسبب ليه؟ ان الادب الاندلسي كان في المرحله الاولى مقلدا للادب العربي في المشرق، وكان يتجه الى ادب المشرق اللي هو ادب الام اللي هو الايه اصل الايه، كانوا بيحاولوا دايما يقلدهم ايه، بيحاولوا يقلدهم الشعراء في العصر العباسي في بلاد المشرق. طيب من ظواهر الادبيه ايضا لم يظهر كاتب زي ما احنا قلنا قبل القرن الرابع، لان الشخصيه الاندلسيه لم تكن قد اكتملت بعد. واحنا قلنا ليه لم تكتمل بعد؟ لانه كان في برضه لسه دعائم الدوله لم تكن ثابته، كان في صراع في حروب مع دول ايه؟ الحروب الصليبيه مع الصليبيين يعني، او مع دول ايه؟ اوروبا. طيب ابن زيدون او ابن زيدون كانت لم يستطع الكتاب ان ترتفع درجتهم، وكذلك كان كتاب الاندلسيين لم يستحدثوا لانفسهم مذهبا جديدا يمكن اضافته، ولكن كان مجرد ايه محاكاه. طيب ابن خفاجه الاندلسي بيقول ايه بقى؟ يا اهل اندلس لله ضركم ماء وظل وانهار واشجار، ما جنة الخلد إلا من دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار. استنتج مظهر من مظاهر الحياة في البيئة الأندلسية. قال لك إيه؟ ماء. يعني ظهر الحياة، الحياة كانوا عايشين إزاي؟ ماء أو ذكر ماء أهو، ظل، أنهار، أشجار، ده كل ده بيتكلم عن إيه؟ عن الطبيعة، ده كل ده فيها طبيعة. جنة الخلد، ولو تخيرت لأختار هذه الأرض التي تعيشون وتنعمون بها. طيب يبقى هل بيتكلم عن مساهمة المرأة؟ الطلبة يقول لي لا، مفيش مساهمة مرأة خالص. تقليد الفحول من الشعراء
انا بقول مظهر مظهر الحياه. ركز. التغني بالطبيعه الساحره جميل جدا. مجالس اللهو لا، هتقول لي ده التغني بالطبيعه الايه؟ الساحره اللي كانت موجوده فين في ذلك الوقت. ابو البقاء بيقول ايه؟ البحر اعظم مما انت تحسبه. من لم يرى البحر يوما لم يرى عجبا. طام له حبب طافه. الطام يعني عظيم الشان يعني يا شباب. ليه فقاعات. حبب طاف على زرق مثل السماء اذا ما ملئت شهبا. الشهب اللي هي الشهب الموجوده فين في السماء. طيب غرض من اغراض الشعر العربي ظهر في الاندلس هنا. طيب الطلبه يقول لي فين رثاء الممالك الزائله؟ يعني الممالك اللي انتهت. طبعا هيقول لي ايه؟ هيقول لي لا، البحر اعظم. هو بيوصف البحر يعني هنا في وصف، يعني مش شعر اجتماعي ولا شعر تعليمي. التعليمي بيتكلم فيه عن الافكار والاسلوب بتاعي، لان هنا الطالب طبعا هيسمع كلمه شعر تعليمي يتخض شويه. لا ما تتخضش عزيزي الطالب. يعني ايه؟ هنا احنا قلنا في مظاهر شعريه ظهرت موجودة فين؟ في العصر الأندلسي. والشعر التعليمي ليس بالزين لأنه متعلق بالأفكار والتأملات الفكرية. بنسميه الشعر الإيه؟ التعليمي. طيب يبقى هنا هنبدأ نتكلم عن الوصف. وصف إيه يا شباب؟ وصف الطبيعة. يبقى بيخاطب العقل والابتعاد عن العاطفة، ده اسمه الشعر التعليمي. ما تخافش أنت من كلمة شعر التعليمي دي. قلت لك شعر التعليمي لأنه بيخاطب الإيه؟ ها؟ اللي بيخاطب الايه؟ العقل ويبتعد عن العاطفه. طيب يبقى اذا ده ليس بالشعر تعليمي ولكن ده وصف اللي هو وصف الايه؟ وصف الطبيعه. ابن زيدون ايضا بيقول ابيات اخرى. اني ذكرتك، طبعا ابن زيدون احنا قلنا في مسجلات ادبيه بينه وبين مين؟ ولاده بنت المستكفي. ركز على دي قوي. بينه وبين مين يا شباب؟ ولاده بنت المستكفي. تمام. طيب ابن زيدون بيقول ايه؟ إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل فاقا والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللباب أو اللبات أطواقا. طبعا يعني إيه بقى الكلام ده؟ إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا هو بيذكر دايما محبوبته. يبقى أنت هتقول اهتموا بالغزل وتميزت عاطفتهم بالشوق والصدق والشعر الى المحبوب. يبقى عنده عاطفه صادقه وان كان مقلدا لمين؟ للبيئه العربيه في الشرق. ولاده بنت المستكفي بتقول بقى، طبعا هنا ولاده بنت المستكفي احنا قلنا هنا اللي بنجيب ولاده بنت المستكفي علشان نقول الطالب يقول على طول دايما مساهمه المراه في الحياه الادبيه. لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاراتي ولم تتخير وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت الغصن الذي لم يسب. ده هي بتقول له ايه؟ لو كنت بتحبني بجد ما كنتش رحت لجارتي وتوددت ليه؟ ولو كنت تركت غصنا مثمرا بجماله، بتذكر نفسها هي، وذهبت الى غصن لم يثمر. بتقول ان انت تركت الجمال وذهبت الى غصن ايه؟ لم يثمر، يعني ما فيش فيه فائده. ولقد علمت بانني بدر السماء، انا الجمال كله والبدر، لكن دهيت لايه؟ لشقوتي بالمشتري. طبعا هو راح لحد ايه؟ غيرها. ولكن احنا قلنا ده بسبب ايه؟ مساهمه المراه في الحياه الادبيه. يعني مش هتقول لي الشخصيه دي لم تكتمل والتقاليد، لان احنا هنا نقصد ايه؟ ان احنا نظرنا فوجدنا ان المراه لها مساهمات ايه؟ ادبيه من خلال اللي هي مسجلات ادبيه من الشعر والغناء. فده بقول عليه ايه؟ بقول عليه مظهر الحياه الجديده. سؤال آخر. عاودت ذكر الهوى من بعد نسيان واستحدث القلب شوقا بعد سلوان من حب جارية يبدو بها صنم من اللجين عليه تاج عيقان. طبعا احنا قلنا هنا برضو الشخصية الأندلسية كثرة الغناء بالطبيعة وظهور الموشحات. ابن زيدون بيقول أضحى التنائي بديلا عن من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين فقام بنا للحين ايه؟ نعينا يا ليت شعري ولم نعتب اعاديكم هل نال حظا من العتبى اعادينا. طبعا جميل جدا بيتكلم محبوبته. هنقول يا شباب عتاب المحبوب.
إلى هنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة نقود قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى عزيزي الطالب أن أنت تقرأ أبيات شعرية كتير، تتعلم منها، تبدأ تستنبط، لأن طبعا درس الأدب عندك درس قصير جدا، ولكن في مضامين كتير جدا وفي أسئلة كتيرة وفي كمان أسئلة متنوعة. احنا قدرنا النهاردة نوصل لك أغلب هذه الأسئلة بشكل مختلف. تابع الحلقة مرة تانية وتابعنا على منصتكم المفضلة، منصة البث المباشر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مع تمنياتنا لكم دوام التوفيق والنجاح والتميز مع الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.